الدكتور عمرو الجزار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، عضو الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي، عضو الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي وعلاج السمنة، عضو المجموعة الدولية لسونار الأمعاء IBUS. الجهاز الهضمي هو النظام المسؤول عن عمليات الهضم في جسم الإنسان، بيتكون بشكل أساسي من القناة الهضمية أو سلسلة من الهياكل والأعضاء اللي بتقوم بتحويل المواد الغذائية والسوائل أثناء معالجتها إلى أشكال قابلة للامتصاص في مجرى الدم. فعملية الهضم بتقوم على مزج الطعام وتحريكه من خلال الجهاز الهضمي والتكسير الكيميائي اللي بيحول الجزيئات الكبيرة من الأطعمة إلى جزيئات ذات حجم أصغر. وعلشان ده يحصل مظبوط بتشترك في إنجازه مجموعة من أجهزة الجسم، بتبدأ بالفم والبلعوم والمريء، مروراً بالمعدة والأمعاء الدقيقة والبنكرياس والكبد والمرارة والقولون والمستقيم، وتنتهي بفتحة الشرج. ولكل عضو من دول حكاية كبيرة ووظائف كتير وأيضاً متاعب. لكن يا ترى إيه أهم حالات الطوارئ في الجهاز الهضمي بشكل عام؟ اهلا بيكم. جهاز الهضم ده عايز اقول لكم انه من المعجزات العظيمه جدا، وهو جهاز بوليسي، يعني فيه غموض كبير جدا يتعلق بيه. الغموض ده بيتخلقه اكتر من حاجه. اولا مشاكل واعراض الجهاز الهضمي، الاعراض بتاعته ممكن ما تكونش من جهاز الهضم نفسه، ممكن تكون من خارج الجهاز الهضمي، ونفهم النهاردة إزاي. ضيف العزيز والقيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور عمرو الجزار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، عضو الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي، وعضو المجموعة الدولية لسونار الأمعاء IBUS. اسم القدير، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، منور صاحب البرنامج الطبي الأول والأهم والأسرى الثقافة الطبية في مصر والعالم العربي. أشكرك، دي شهادة أعتز بيها والله، كلمتين حلوين جدا جدا. أخليك. أشكرك شكرا جزيلا. أنا عايز أبدأ الحوار معاك الأول بمعنى مهم أوي، أعراض واضطرابات الجهاز الهضمي اللي بقت مشهورة جدا. هل اضطرابات الجهاز الهضمي وأعراضه ومشاكله بالضرورة تكون من مشكلة من خلل في الجهاز الهضمي نفسه ولا من خارج الجهاز الهضمي؟ ده الجزء الأول في السؤال. الجزء الثاني، ايه دور سونار الامعاء في معرفة او في التعامل وفي الاسسمنت بتاع هذه القضية؟ تمام، احب احييك دكتور ايمن على السؤال العميق والذكي في نفس الوقت، واحب اذكر السادة المشاهدين بسونار الامعاء، وهو سونار موجات فوق صوتية بيتم من على سطح البطن، بندرس بيه حركة القولون وسماكة او التهاب القولون، بنعرف اذا كان في مشكلة عضوية في القولون ولا لا، أو نحدد مكانها بالضبط، ونعرف الاحتياج الفعلي للمريض لعمل منظار من عدمه. نرجع لإجابة سؤالنا، والإجابة عليه إنه ليس بالضرورة اضطرابات الجهاز الهضمي يكون سببها مشكلة داخله، قد تكون مشكلة خارج الجهاز الهضمي ويكون أعراض الجهاز الهضمي هي جزء من كل. على سبيل المثال نحكي حالة نبسط بها للسادة المشاهدين، مريضة جاية بتشتكي من غثيان وإمساك وانتفاخات، أخذت جميع علاجات القولون دون تحسن، وجاية دكتور حدد لي موعد لعمل منظار قولوني لأن أنا أخذت كل العلاجات بدون تحسن. بعد أخذ التاريخ المرضي بدقة وعمل سونار بطن ثم سونار أمعاء، يتضح أن سونار أمعاء طبيعي، معدة أمعاء قولون طبيعيين. في الحالة دي بنبدأ نفكر أن المشكلة قد تكون فانكشنال، قد تكون وظيفية، أو قد يكون في فود انتولرانس، حساسية الطعام، أو إن المشكلة أساساً خارج الجهاز الهضمي، اندوكراينال كوز اوف جي اي ديستربنس، يعني مشكلة في الغدد الصماء زي الغدة الدرقية أو الغدة الجر درقية أو الغدة القذرية، وهي اللي عاملة مشاكل في الجهاز الهضمي. المريضة دي كان يبدو عليها الإرهاق والاكتئاب الشديدين، فشكيت بصراحة في اضطراب في هرمون الغدة الدرقية، نقص في هرمون الغدة الدرقية، فاستخدمت بروب سونار الأمعاء في فحص الغدة الدرقية، جاست ان احنا بس بنغير المود من باول لثايرويد، فحصنا الغدة الدرقية ببروب الباول التراساوند، ما لقيناش مشاكل في الغدة الدرقية، لكن لقينا حاجة تانية يا دكتور ايمن،
لقينا ورم بالغده الجردرقيه. تمام. هي على فكره الغده الجردرقيه لازقه في الغده الدرقيه على طول. بالظبط، في اربع غدد جردرقيه على كل بول من الغده الدرقيه. اضطراب او الهرمون الغده الجردرقيه بيزود افراز الكالسيوم في الدم او بيزود نسبه الكالسيوم في الدم فتؤدي الى امساك وانتفاخات وغازات. اذا هنا المشكله كانت خارج الجهاز الهضمي، اضطراب في الغده الجردرقيه، ورم في الغده الجردرقيه واثر على الجهاز الهضمي. اذا احنا بهذه الحاله جنبنا المريضه عمل منظار قولوني لا داعي ولا استفاده منه، وصلنا للتشخيص السريع والدقيق في نفس الوقت. حالات كتيرة برضو بنشوفها، نعمل سونار أمعاء ما نلاقيش مشكلة، نعمل سونار على الغدة في نفس ذات الوقت أثناء الكشف نلاقي فيه signs of Hashimoto's thyroiditis، نقص في هرمون الغدة الدرقية هو اللي عامل المشاكل، نلاقي signs of Graves' disease، ارتفاع هرمون الغدة الدرقية، نلاقي نوديول قد كده في الغدة الدرقية solitary toxic نوديول لكنها توكسيك بتفرز هرمون الغدة الدرقية بطريقة كبيرة فعامل اضطرابات في الجسم كله بما فيه الجهاز الهضمي، تكون المشكلة كلها من توكسيك نيديول. فبسونار الأمعاء بستبعد وجود مشكلة عضوية في الجهاز الهضمي، فابدأ أفكر في مشكلة خارج الجهاز الهضمي توصلني للتشخيص السريع والدقيق للمريض. طب أنا هعكس لك السؤال، إيه الحاجات اللي بتحصل في الجهاز الهضمي، مشاكل تحدث في الجهاز الهضمي وتسبب اضطرابات خارج الجهاز الهضمي؟ المريض مش هيجي لك، هيجي لي انا او هيجي لاي حد تاني، بس في الاخر هيتحول ليك في الاخر. بالظبط. على سبيل المثال المريض اللي بيجي بيشتكي من كرشه نفس مزمنه والام بالصدر، بيكشف صدره ويكشف قلبه ويعمل جميع فحوصات الصدر والقلب وتكون طبيعيه، بتوصل لدرجه ان المريض ده ممكن يعمل قسطره استكشافيه على القلب وتطلع طبيعيه. فيجي دكتور القلب يقول له مشكلتك مش عندي، مشكلتك قد تكون قولون، قد تكون تخص الجهاز الهضمي، فيحوله طبيب الجهاز الهضمي فيعمل مناظير معدة، يعمل مناظير قولون ويطلع برضه طبيعي، يكشف فيتحول لي طبيب النفسية ياخد أدوية نفسية فيطلع برضه مفيش الاستجابة الكافية للأدوية النفسية. هنا المشكلة في المريض ده هنقول هي إيه؟ يعني هي لا قلب ولا صدر ولا قولون ولا نفسية، أمال هي إيه؟ هي قولون لكن مش قولون عصبي، ده قولون ملتهب، في التهاب بجدار القولون غير ظاهر بالمنظار. سونار الامعاء لما بنعمله المريض ده بنكتشف بيه ان في سماكه غير طبيعيه في جدار القولون على مستوى الطبقات اللي مش متشافه بالمنظار، طبقه السبميكوزا، طبقه الماسكولارس بروبريا، قد يكون عنده التهاب ايزينوفيلي في القولون او التهاب مناعي في القولون وهو اللي عامل له اعراض الانتفاخ والغازات واحتباس الغازات اللي بتضغط على بتكون في القولون المستعرض فتضغط على الحجاب الحاجز فتكون مسببه هي في الاساس الام الصدر وكرشه النفس. يعني ممكن تكون كرشه النفس والام الصدر مشكلها مشكلتها قولون، والمريض فاكر ان جاست الانتفاخ او اعراض القولون العصبي دي حاجه عاديه، لكن هي اساس المشكله، واساس المشكله ممكن ما تكونش قولون عصبي، بالعكس ممكن تكون التهاب قولون مناعي غير ظاهر بالمنظار لكنه ظاهر بسونار الامعاء في التهاب على مستوى الطبقات اللي مش متشافه بالمنظار. ياخد المريض العلاج المناسب يختفي الالتهاب، يتحسن الانتفاخ، ثم تتحسن كرشه النفس وألم الصدر. هل لو مريضه عندها اكتئاب او توتر ممكن يكون السبب او مفتاح هذا اللغز في الجهاز الهضمي؟ بالظبط. اكتئاب، توتر، بانيك اتاكس، رعشه غريبه بالاطراف، اضطراب وتنمير بالاطراف، كل ده ممكن يكون سببه التهاب القولون از اكسترا انستال مانيفستيشن في الميتروبول ديز، يعني اعراض خارج جهاز هضمي لكن سبب مشكله والتهاب مناعي في القولون. تيجي المريضه بتعاني من هذه الاضطرابات وعندها بس انتفاخ، جاست انتفاخ لا تلقي له بالا، قولون عصبي يكون يعني او اي حاجه، لكن شوف حضرتك الانتفاخ ده مع باقي الاعراض هو سبب المشكله كلها، هو اساس المشكله في الجهاز الهضمي. نعمل لها سونار امعاء نلاقي فيه سماكه غير طبيعيه في جدار القولون، نصر على عمل منظار رغم انه انتفاخ بس وتحليلها طبيعيه، وفعلا نلاقي في بعض الحالات تقرحات في القولون، ناخد منها عينات تثبت ان ده قولون تقرحي غير ظاهر خفيف عامل اعراض خارج الجهاز الهضمي واعراض بسيطه بالجهاز الهضمي،
تاخد علاج قولون تقرحي تختفي الانتفاخات وتختفي اعراض خارج الجهاز الهضمي واعراض الاكتئاب وترجع لطبيعتها. حالات شفتها بالطريقه دي؟ مش كتير بس موجوده. موجود برضو بنفس المبدا. بنفس المبدا، هل هناك علاقه بين الام المفاصل والجهاز الهضمي؟ بالظبط، قد تكون الام المفاصل والام العضلات جزء من التهاب القولون المناعي، اكسترا انتستاينال مانيفيستيشن اوف الماترو باول ديزيز. مريضة جاية تشتكي من ألام بالمفاصل وألام بالعضلات وإرهاق مزمن، نعمل لها سونار أمعاء نلاقي فيه سماكة غير طبيعية في الجدار القولون، تتشخص التهاب مناعي في القولون. قد يكون هذا الالتهاب هو الأساس والتهاب المفاصل ده جزء من كل جزء من التهاب المناعي بتاع القولون، وقد يكون أسوشيتد بمعنى إنها عندها الحاجتين مع بعض، عندها انفلاماتوري باول ديزيز التهاب مناعي في القولون وعندها روماتويد ارثرايتس او فايبروميلج، عندها اثنين مرض مناعه مع بعض. لان وانس اوتوميون اولوز اوتوميون. عايز برضو اربط لان الحلقه النهارده عنوانها الربط بين الاحداث، او زي ما يقولوا هل ممكن شيء يكون حدث في واضح كانه ظاهر من الجهاز الهضمي ويكون سببه خارج الجهاز الهضمي، والعكس الجهاز الهضمي فيه مشكله وحقيقيه ولكن مظاهرها خارج الجهاز الهضمي. طيب جهاز الهضم احنا عودنا ناس او علمناهم ان جهاز الهضم فيه علوي زي المعده وسفلي زي القولون، هل في رابط بين الاثنين؟ طبعا في علاقه وطيده بين المعده والقولون، اي اضطراب بالمعده يؤدي الى اضطراب بالقولون، وكذلك اضطرابات القولون تؤدي الى اضطرابات بالمعده والمريء. على سبيل المثال مريض ارتجاع المريء المزمن واللي بيعاني من تجشؤ مستمر وماشي على جميع مثبطات حمض المعده وعمل اكثر من منظار وكل منظار يظهر ارتجاع بسيط وفتق بسيط في الحجاب الحاجز، عامل دراسه حركيه مريء تنفي وجود اي مشكله حركيه بالمريء، عامل قياس حموضه المريء تثبت ان ده باثولوجيكال ريفلكس وانه فعلا ريفراكتوري جيرد او ارتجاع مريء مزمن عنيد. المريض ده عنده ارتجاع مريء لكن في نفس الوقت عنده انتفاخ، الكل اعزل الانتفاخ ده الى انه قولون عصبي أو بسبب تراكم البكتيريا الضارة في الأمعاء وفي القولون نتيجة التناول أو التناول المزمن لمثبطات حمض المعدة، وده منطقي جدا انتفاخ يكون سببه كده. لكن لما بنستخدم سونار أمعاء في بعض المرضى اللي عندهم ارتجاع مريء مزمن بنلاقي فيه سماكة غير طبيعية في جدار القولون، هذه السماكة أدت إلى التهاب، السماكة تعني التهاب في القولون، هذا الالتهاب أدى إلى ضعف في حركة القولون، ضعف في حركة القولون يؤدي إلى إمساك وانتفاخ واحتباس الغازات يضغط على المعدة فيعمل أعراض ارتجاع مريء، ياخد أدوية مثبطات حمض المعدة لا يتحسن. ليه؟ لأن المعدة مضغوطة عليها بقولون تمام المنتفخ والملتهب. المريض ده رغم أنه عنده ارتجاع مريء مش هعمله منظار معدة، هعمله منظار قولون، لأن أنا مسبقا بالسونار أمعاء عارف أن المشكلة عنده في قولونه وهو اللي مسبب الالتهاب، هو اللي مسبب هذا الانتفاخ اللي ضغط على المعده وعامل ارتجاع مريء، فهدخل بالمنظار احدد بالظبط المكان اللي اخد منه العينه، اخد العينه يتشخص، في الغالب بيكون التهاب مناعي في القولون، ياخد علاجه يتحسن الالتهاب يختفي الانتفاخ فيختفي ارتجاع المريء بدون اللجوء الى مثبطات حمض المعده. برضه في عندي قضيه ثانيه وكيس ريبورت ثانيه مهمه قوي. كتير من المرضى بيبقى عندهم غثيان، بيبقى عندهم ألم موجود في حموضة، حس بالحموضة عالي، ويتشخصوا انه هذه جرثومة معدة. فكرة في موضة طلعت فترة من الفترات وما زالت موجودة، يعني كل حكاية جرثومة معدة، انت عندك جرثومة معدة، وبقى الجمهور يقولها لبعضها بالظبط، ويطلع القصة ليست جرثومة معدة على الإطلاق. بالظبط، مريض جاي بيشتكي بغثيان وقيء مستمر بعد الأكل وألم بالبطن، قد تكون المشكلة مش في المعدة، قد تكون المشكلة تحت التهاب في الأمعاء الدقيقة في التيرمينال إليوم. ده آخر أمعاء الدقيقة، آخر جزء في الأمعاء الدقيقة. طيب إزاي آخر جزء في الأمعاء الدقيقة أو التهاب في آخر جزء في الأمعاء الدقيقة هيأثر على المعدة؟ لو افترضنا إن إحنا معانا خرطوم طويل طرفه في الحنفية وطرفه في إيدي، لو ضغطت عليه شوية ضغطه يزيد داخل الخرطوم لحد ما يوصل لي الحنفية. طب لو ضغطت أكتر ضغط يعلى قوي ممكن ينفصل. بالظبط تمام، ده اللي بيحصل في تأثير الجهاز الهضمي الـ 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 السفلي على العلوي، ممكن يؤدي إلى غمام النفس، غثيان،
قيء أو ممكن يعمل ارتجاع مريء. هنا المريض إحنا بسونار الأمعاء عرفنا وحددنا مكان المشكلة بالظبط إنها في آخر جزء في الأمعاء الدقيقة في التيرمينال إليم. إذن المريض ده رغم إنه بيشتكي من أعراض معدة وغثيان وحموضة وقيء مش هعمله منظار معدة، هعمله منظار قولوني. ومش بس كده، هكون حريص كل الحرص إن أنا لازم أوصل لآخر جزء في الأمعاء الدقيقة اللي هو التيرمينال إليم وآخد منه عينة. مش بس كده دكتور أيمن، سونار الأمعاء باول ألتراساوند بيديني صورة عن ماهية الالتهاب، الكاركتر بتاع الالتهاب بالسونار، هل هو ماشي أكتر مع إيليال كرونز أو إيليال تي بي، مرض كرونز التهاب مناعي في الأمعاء، ولا ضرن أمعاء. لذلك وأنا باخد عينة هكون واخد بالي إن أنا هاخدها على فورمالين بس ولا فورمالين وسلاين عشان التي بي، فده برضه هيساعدني في ديبلي إن دايجنوس، التشخيص. التشخيص في التشخيص. أنا عايز نضع يعني زي ما بيقولوا ضوء على معنى مهم في دماغ الناس. الناس كتير قوي بتفكر إنه ألم في المعدة، أنت بتشيك من ألم في معدتك، فم المعدة، تبقى جرثومة معدة، جرثومة معدة على طول. القضية دي قضية مزعجة للغاية، ده في ناس بتاخد دواء جرثومة المعدة من غير حتى ما ترجع للدكتور، ودي نصيبة سودة يعني. بالظبط بالظبط. جرثومة المعدة واخدة حجم أكبر من حجمها. جرثومة المعدة موجودة عند 80% من المصريين وأكثر من 80% من المصريين. ممكن تكون جرثومة المعدة موجودة وممكن تكون معاها مشكلة تانية، لكن تتهم جرثومة المعدة زورا وبهتانا اللي هي المشكلة ونسيب المشكلة الأساسية فنضل الطريق. منطقة أعلى البطن أو آلام أعلى البطن اللي بيتم تشخيصها بالخطأ إنها جرثومة معدة، المنطقة دي فيها المعدة، البنكرياس، المرارة، القناة المرارية، وفيها برضو القولون المستعرض. القولون المستعرض ده مش هيجيب السونار العادي، استحالة يجيب السونار العادي. لو احنا بنعمل بعد السونار العادي سونار أمعاء هنكتشف ان فيه في بعض الحالات اللي جايه بالام اعلى المعده وتتشخص بالخطا انها عندها التهابات في المعده نتيجه جرثومه معده، هنكتشف ان فيه التهاب في القولون المستعرض. هذا الالتهاب مسبب الم، ومش بس كده، ده لما القولون المستعرض بيلتهب بيتقل فيضغط على المعده فيعمل اعراض ديسبيبسيا وغثيان وممكن يعمل قيء، اعراض بالظبط زي اعراض جرثومه المعده. فلو احنا عندنا تول زي الباول التراساوند نقدر نقيم بيها الجهاز الهضمي هنعرف بالظبط فين سبب المشكله. يعني مريض زي ده رغم انه جاي بالام اعلى البطن انا مش هعمله منظار معده، هعمله منظار قولوني واخد منه عينه من القولون المستعرض اللي انا محدده مسبقا هو الوحيد الملتهب في قولونه. في مرضى كده بيبقى قولونها كله سليم ما عدا جزء معين زي حالتنا دي فيها التهاب فقط في قولون المستعرض، هاخد منه عينة تظهر قد يكون هذا الالتهاب التهاب مناعي، التهاب إيزينوفيلي، ياخد العلاج يتحسن الألم، يختفي الألم وتختفي أعراض ألم أعلى البطن. عندي مجموعة من الأفكار لازم نفهمها كويس. أولا الإمساك المزمن، إيه دور السونار سونار الأمعاء في الإمساك المزمن في معرفة السبب؟ أولا لازم نعرف إن في نوعين من الإمساك. في نوع من الإمساك شخص بيدخل حمام كل 3 أو 4 أيام أو أكتر، لكن ما بين الحمام والحمام ما عندوش الرغبة إنه ينام في الحمام أو ناسي أساساً إن في حاجة اسمها حمام مفروض يتعمل، ده نوع. النوع التاني من الإمساك شخص عنده مشكلة في الإخراج، عنده صعوبة في الإخراج، يدخل الحمام يقعد نص ساعة والساعة يحاول يعمل حمام، يحاول يعمل وضعيات مختلفة أثناء الحمام، يساعد نفسه بالشطاف، عنده مشكلة وصعوبة في الإخراج وعدم incomplete evacuation، عدم الإخراج البراز بصورة كاملة. ده نوع آخر من الإمساك وده النوع الأصعب، ده إمساك وظيفي وده إمساك وظيفي، ده functional وده functional. الإمساك بيحدث إزاي؟ الإمساك بيحدث إما نتيجة prolonged colon transit time، يعني الزيادة في الترانزيت تايم أو بطء في حركة القولون، أو إن في defecatory problem يعني في obstructive defecation syndrome، مشكلة في الإخراج، مفيش هارموني، مفيش تناغم بين عضلات الحوض والمستقيم والشرج وبالتالي في صعوبة في الإخراج، أو تكون المشكلة في الاثنين، يعني مشكلة في حركة القولون ومشكلة في عملية أو ميكانيزم الإخراج. المشكلة دي السؤال الأهم بقى، هل هي وظيفية ولا أورجانيك؟ يعني هل الإمساك ده وظيفي ولا أورجانيك نتيجة التهاب في القولون؟ مش هيجاوب على السؤال ده غير سونار أمعاء. سونار أمعاء هقدر أشوف بيه كامل جدار القولون وحدد إذا كان ملتهب ولا لأ. لو ملتهب هنعمل منظار، ناخد عينة، نعالج الالتهاب،
فيتحسن الالتهاب فترجع للقولون حركته الطبيعية، لأن جدار القولون لما بيلتهب بيفقد مرونته ويفقد حركته فيحصل إمساك. لما عالج الالتهاب ترجع للقولون حركته الطبيعية فيختفي الإمساك بدون اللجوء إلى ملينات. لو كان الالتهاب على مستوى الليفت كور اللي هو قولون الهابط تمام اللي بيحدث فيه عملية الإخراج، هيختفي الالتهاب بعد العلاج تمام. تقوم تتحسن عملية الإخراج ويحصل إفراغ كامل للبراز بدون اللجوء إلى ملينات. ما عندنا حاجتين، سونار الأمعاء أنت بتتكلم فيه بشكل توضيحي وتفصيلي جدا، ومنظار الأمعاء، هل أحدهما يغني عن الآخر؟ هل هما متنافسين؟ إذا عملت سونار الأمعاء فمش هحتاج منظار، أو إذا عملت منظار فمش هحتاج سونار؟ الحقيقة أن كلاهما يكمل الآخر. إن ميديسن واحد زائد واحد ليس بالضرورة أنه يساوي اثنين. زي ما في صورتنا دي، صورة المنظار القولوني دي يبدو طبيعي، لكن لو أخدت منه عينة قد يكون فيها حاجة اسمها مايكروسكوبيك كولايتس، التهاب مايكروسكوبي في الغشاء المخاطي بتاع القولون بنوعيه الكولاجينوس والليمفوسيتك. لو أخدت مقطع عرضي في القولون بكروس سيكشنال ستادي بسي تي أو ام ار اي أو باور الترا ساوند اللي هو سونار أمعاء، ممكن يظهر ان فيه سماكه غير طبيعيه في الطبقات الخارجيه اللي مش متشافه بالمنظار، الساتميكوزا والماسكولاريس بروبري. هذا الالتهاب قد يكون التهاب مناعي انفلاماتوري باول ديزيز، او قد يكون التهاب ايزينوفيلي ما يتشخصش بالمنظار بس. لذلك دايما بنقول ان اندوسكوبي ازنت انف الون، المنظار وحده لا يكفي، اند شود بي كورليتد ويز باول التراساوند، لازم يصاحب بالسونار الأمعاء. بالظبط. يعني على سبيل المثال لسه أمس معانا حالة مناظير كنا بنعمل لها منظار قولوني، منظرها من أوله لآخره من فتحة الشرج لحد المستقيم لحد السيكم لونسران أعور سليم طبيعي ما فيهوش حاجة. فأنا عمال بحاول في دخول التيرمينال إليم، كانت طبعا المنظار بتاعها كان فيري ديفكالت لأنها كان أوبيس شوية في سمينة يعني، والقولون فيري ريدندنت كان فيه لوبينج، كان دخول التيرم اللي من اخر جزء في المعضله كان صعب شويه. فالمساعدين بيقولوا دكتور خلاص مش مشكله ما تخشش بقى، خلاص احنا خلصنا القولون وطبيعي خلاص نخرج. قلت لهم لا، انا عارف ان القولون كله هيطلع طبيعي لان انا مسبقا بسونار الامعاء فحصه وعارف ان هو طبيعي، فانا مش مستنيه، انا مستني اخر جزء في المعضله دقيقه لان محدد ان عارف ان انا فيه سماكه غير طبيعيه وفي التهاب. وفعلا عملنا محاولات مستميته لدخول اخر جزء في المعاد الدقيقه، وفعلا كان في افسس السرز كتيره بطول 15 سم في اخر جزء في التيرمينال الي تمام. في الغالب قرحات قرح في اخر جزء في المعاد الدقيقه في الغالب ده كرونز تمام، مرض مناعي. بالظبط، كرونز مرض مناعي. لو خرجنا بقى في المريضه دي من غير ما ندخل التيرمينال الي عشان احنا ما عملناش مسبقا سونار امعاء، مش عارفين مسبقا مكان الالتهاب فين، هنقول انت عندي قولون عصبي وتفضل في الدايليما بتاعت القولون العصبي بدون تشخيص. فسونار الأمعاء هنا فادنا في تحديد مكان المشكله، ساعد المنظار وزود اليلدنج بتاع المنظار، زود كفاءه المنظار، ساعد المنظار وساعد الطبيب وساعد المريض في التشخيص، في الوصول السريع للتشخيص الصحيح. ناس كتير قوي بتقول انا عندي مشاكل في القولون، طب هنقول لهم ايه النصايح اللي هنقولها للناس اللي عندها مشاكل في القولون مزمنه؟ ما ملا ابن ادم وعاء شر من بطنه، كل المشاكل تبدا من هنا، تبدا من المعده. المعده بيت الداء. لو افترضنا يا دكتور ايمن ان معانا خلاط طعام مليناه بالطعام على الاخر وضغطنا، ايه اللي هيحصل؟ هينفجر الخلاط. كذلك المعده، ومش هيضرب الاكل كويس. كذلك المعده دي عباره عن اربه بتخض الاكل، لو مليتها على الاخر هيحصل ارتجاع مريء، مش هيبقى عندها القدره على خض الطعام كويس، وبالتالي مش هيكون مهضوم كويس. المعده بيفرز فيها قدر معين من الانزيمات الهضميه وحمض المعده لن تكون كافيه للهضم، وبالتالي ينزل الاكل غير مهضوم من المعده الى الامعاء القولون فيسبب انتفاخات وغازات وتهيج بالامعاء القولون. عدم وصول أو وصول الأكل الغير مهضوم جيدا ده للأمعاء والقولون بيعمل حاجة اسمها جات مايكروبيوم ديسبيوزيس، اللي هو اضطراب في نوعية البكتيريا في الأمعاء والقولون، فيحصل تراكم بكتيريا ضارة في الأمعاء والقولون.
بيعمل حاجة اسمها جات مايكروبيوم ديسبيوزيس، ودي بداية الأمراض المناعية. كذلك نوعية الأكل، دايما نتجنب الأكلات اللي فيها زيوت، مقليات، نبتعد عن ثلاث حاجات: الزيت، السكر، الدقيق. الدقيق والمخبوزات والمعجنات والمكرونات دي من أساس كل مشكلات، يعني من أسباب، من أهم أسباب مشاكل المعدة والقولون. النوم، الديب سليب، النوم العميق، بيجدد خلايا الجسم كله بما فيها خلايا الجهاز الهضمي. وطبعا الابتعاد عن التدخين، لأنه من سبب من أسباب اضطرابات الجهاز الهضمي وأسباب اضطرابات الجسم كله. الحقيقة يعني الجزء الأخير ده مثير للاهتمام بشكل كبير جدا. أولا واضح أن الجهاز الهضمي جزء لا يتجزأ من الغدد الصماء، وجزء وثيق بالغدد الصماء. العلاقة وثيقة جدا بين اضطرابات الغدة الدرقية والجهاز الدرقية والجهاز الهضمي، بل أنه الجهاز الهضمي قد يكون له أعراض مشابهة لاضطرابات في أجهزة أخرى زي الجهاز التنفسي أو اضطرابات حتى ضربات القلب. كمان العلاقة الوثيقة بين الجهاز الهضمي وبين الممارسات اللي في الحياة في الأكل. الزيت ده شيء خطير جدا، الزيوت من الحاجات اللي لازم نكون عندنا حساسية منها. الألبان، بعض المنتجات، اللحوم، الإنسان ممكن ما يقدرش يستصغها، خصوصا اللحوم المصنعة، ده نوع من البلاستيك داخل جسمك والجهاز الهضمي ما بيقدرش يتعامل معاه. وفي النهاية التدخين، التدخين أكيد أي مدخن هتلاقيه بيشتكي من مشاكل عديدة في القولون ومشاكل عديدة في المعدة، وحالات بترتبك مع حتى وسائل التشخيص، هل هي بسبب التدخين أو بسبب وجود جرثومة المعدة أو بسبب اختلال مناعي خاص في الأمعاء. ضيف العزيز الذي أبدع النهاردة في حوار ممتع ومتشوق للغاية، غلب عليه طبيعة الأفلام البوليسية كما لو كانت قصص أجاسا كريستي في التشخيص والفهم. ضيف العزيز والقيمة العلمية القديرة الأستاذ دكتور عمرو الجزار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، عضو الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي والجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي، وعضو جمعية المجموعة الدولية لسونار الأمعاء الـ IBUS. نورت يا دكتور عمرو. شكرا دكتور أيمن. شكرا، خليكوا دايما معنا. سلام.